ديالك ودعي لي اختي. هذوك الواقي الشمس اللي كيبقى ديري في الوجه ديالك كيبقى هكا الوجه ديالك كيبقى يتلصق، او انه كيف ما كديري كيبقى يتحرق لك الوجه ديالك، يعني كتخسري فلوس غير هكاك. هذا احسن احسن واقي الشمس يمكن لك انك تستعمليه، كيشربوا الجسم ديالك نهائيا ما كيبانش انك دي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اميراتي الغاليات كيف دايرين لاباس عليكم؟ ناصحين فرحانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم ان شاء الله حتى شي خير. تنقول مرحبا والف مرحبا الناس جداد انضموا للعائله ديالنا، شكرا لكم بزاف الحمد لله. فرحه كبيره العائله ديالي غدا وكتكبر، واخا نتوما ما كيفاشكم لي زابون ديال الكرانه كيبانوا ليا، وان شاء الله ما كرهتش انني نوصل ل 100K باذن الله ونفرحوا كاملين ان شاء الله بالدرع، لان ما غاديش ناخذ غير انا، رضا ديالكم كاملين يعني كاع الناس اللي معايا في القناه كنقول لهم راه الدرع ان شاء الله غادي يكون لينا كاملين، والناس اللي متبعيني من زمان ومشجعيني كنقول لكم شكرا لكم بزاف، بلا بكم نتوما راه ما كاين حتى شي حاجه. خواتاتي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هكا الكونيكسيون كيشارجيو غير الفيسبوك، كنقول لهم دخلوا الصفحه ديالي الفيسبوك اللي هي سميتها اذواق لينا او لبنى بيوتي، راه فيها نفس الفيديوهات اللي كنحط هنا كنحطهم تما، كاين الناس اللي هكا الله يحسن العون ما عندهمش هكا الكونيكسيون. المهم الغزرات ديالي غندخل ديريكتومون في الموضوع. كيف ما كتعرفوا تبارك الله هاد الايام كاين واحد الموجه ديال الحراره ما شاء الله، الله يرحمنا يا ربي يا كريم على الله، ان شاء الله كيفاش غادي يكون شهر 8 وشهر 7 والله يرحمنا ان شاء الله. والغزالات ديالي بما ان يعني كاين هاد الموجه ديال الحراره والصيف جاي، اكيد اكيد كنخافوا على الوجه ديالنا انه يتحرق لنا بالشمس. لهذا حبيباتي اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد واقي ديال الشمس، والله العظيم البنات جربت حتى عيت، عمرني في حياتي ما لقيت بحال بحال هاد واقي ديال الشمس او البديل ديالو صراحه بكل صدق اقسم بالله، يعني جربت حتى عيت عمرني 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 ما لقيت شي واحد في الجوده ديالو، وانه يعني حمالية الوجه ديالي او البشره ديالي. الحمد لله هذا احسن 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 واقي ديال الشمس، بما انني دائما كنشارك معكم اي حاجه كنديرها، لهذا بغيت نشارك معكم هذا الواقي ديال الشمس. كنتمنى منكم انكم قبل ما ديروه تمشيو للفارماسيان او صيدليه او تدخلوا لسي جوجل وتقلبوا وغتلقاو اي حاجه كنقولها لكم الا وانها كاينه في هذا البرودوي هذا، لانه فعلا واحد الحاجه اللي هي زوينه 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 بزاف. دائما الحاجه اللي كنجيبها الا وانني كنجربها سنين وسنين بالنسبه لهذا البرودوي هذا، والله العظيم البنات يعني سنين وانا كنستعمله، واليوم جا باش انني غادي نشارك معكم هذا الواقي ديال الشمس زوين 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 بزاف. في الاول كنا كنضمنوا عليه هكا من برا، يعني الناس هكا اللي كيكونوا هكا في المانيا او في الدول الاوروبيه كان يعني متواجد اصلا تما. دابا الحمد لله ولا هذا المنتوج هذا، انا كندوي لكم على شحال هذه فاش كنت انا كنبغي كنت كنضمندي عليه هكا اللي كنت كنعرف هكا شي واحد على برا كان كيجيبوا ليا كيكون جايين هكا في الصيف، مي دابا الحمد لله متواجد عندنا في فارماسيان ديالنا وكذلك عند الواقي ديال الشمس اللي هو دايلونغ، كاين اللي كيعرفوا وكاين اللي ما كيعرفوش. انا شخصيا البنات ما كنتش كنعرفو تقريبا، هذه نقول لكم شحال تقريبا والله ما عقلت البنات، المهم سنين سنين قبل 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 الناس ما نتزوج كنت تقيت مع واحد السيده من العائله ديالنا كنشكرها بزاف بزاف، وهي اللي نصحتني به وقالت لي بان اختها كانت كتجيبو ليها من امريكا كانت كتصيفطو ليها، والحمد لله يعني قدرت انا ديك الساعه باش نقول الناس انهم يصيفطوا ليا، وديك الساعه كنت كناخذو من هنا كان على برا. الحمد لله دازت واحد تقريبا واحد شهوره والحمد لله مشيت للفارماسيان ولقيتو، يعني هاد دايلونغ من احسن معش كيبان لكم 50 نمره 50 دايلونغ من احسن من احسن من احسن واقي الشمس اللي انا استعملت لحد الان، اقسم بالله من احسن واقي الشمس اللي استعملت لحد الان. عندو لكم البنات شويه على هاد دايلونغ هذا، هاد دايلونغ هذا كاين بعدا حتى الاطفال حتى هما كاين عندهم ديالهم. بالنسبه لبنات هاد واقي الشمس اللي عجبني فيه اول حاجه هو انه ديال البشره الحساسه، انا بشرتي حساسه لواحد الدرجه ما كتصورش، تخيلوا انني واخا ما نخرجش كاع الزنقه غير هذاك الجو السخونيه ديال الدار او الفران كتحرق لي الوجه ديالي، يعني وجهي حساس لواحد الدرجه ما كتصورش، غير الا جلست فواحد البلاصه اللي هي سخونه سخونه كيبان لك انا تزنقت لا غد ليه كيبان لك هنا ولات كحوليه في الوجه ديالي. ملي وليت الحمد لله كملت كنستعملو الحمد لله ما بقيتش كنلقى حتى شي ضرر، وليت كنستعملو في البيت ديالي ملي كنبغي نخرج ملي كنطيب هكا فران. الحمد لله هذا المنتوج من الاحسن من الاحسن من الاحسن واقي الشمس اللي انا استعملت لحد الان، وبغيتكم حتى نتوما يعني تستعملو. كندوي على الناس اللي بشرتهم حساسه او حتى اللي ماشي بشرتها حساسه، اللي ماشي بشرتها حساسه يعني تستعمل هذا البرودوي هذا الواقي الشمس اللي هو دايلونغ زائد 50.
لانه عنده حمايه زائد 50، لانه شي حاجه زوينه بالنسبه للناس. هاد البومادا هادي او هنا ماما، هاد واقي الشمس هو كيجي بيض. انا بنتي يلا خديتها، راه قلت لكم ما تتخطانيش نهائيا. يلا خديتها، كتاخديها من عند فرماسيان او من صاحب تجميل او مواد تجميليه اللي كيكون هكا مصدر موثوق منه. بعد هاد السيد اللي كناخذ من عنده انا كنشكرو بزاف، لانه الحمد لله ما لقيتش شي فرق نهائيا لا عنده. غادي نهضر لكم شويه على واقي الشمس. بالنسبه لهاد واقي الشمس نات، هذا كيف ما قلت لكم ديال الناس اللي بشرتهم حساسه، وكذلك حتى اللي ماشي بشرتها حساسه، وحتى الناس هكا اللي كيكون عندهم هكا الدهون في الوجه ديالهم، ملي كدير هاد ليكرو هادي يعني كتوقف لك هذوك الدهون. يعني هو زوين وفيه حتى الفيتامين او، والحمايه ديالو يعني كتكون 50 كيف ما كتشوفوا 50. واللي زوين فيها البنات انه ملي كديريه في الوجه ديالك ما كيبقاش يبان نهائيا، عكس شي بعض الواقي الشمس اللي كديريه في الوجه ديالك وملي كتجي هكا كتسلمي على شي واحد كتبان لك هكا كتلصقي اختي، كتعلكي. انا والله الا صح شحال مره سلمت على شي وحده وكنلقاها هكا كتعلك، او انها ملي كتعرق كيبان لك هكا دايز ليها كتبان لك خطوطه يعني هكا هابط لي هكا على الوجه ديالها. ملي كتعرق كيبان لك هذاك، ملي كتسولها كتقول لك راني دايره بومادا ديال الشمس. هذه البنات والله العظيم ما كتبانش نهائيا انك دايره بومادا ديال الشمس نهائيا في الوجه ديالك. واللي زوين فيها انها كتساعد حتى البشره على الشيخوخه، او انها كتحارب البشره يعني من الشيخوخه، وكتعطينا لي فيتامين او. يعني هذه زوينه، وكيف ما قلت لكم حتى الناس اللي كيدوز ليهم اللي عندهم كيخرج ليهم الدهون من 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 الوجه ديالهم، يعني استعملوا هذا راه احسن. واللي زوين فيه كذلك ومثال الغزاله ديالي هو انه يمكن لك انك تعومي به، تعومي به يعني في البحر، تعومي به عادي، ماشي انك كاين شي بومادات يعني ملي كديري هكا ملي كتمشي تكوني هكا كتعومي كيبان لك هكا كيفاش نقول لكم، كيبان لك انك راكي دايره بوماده، كيبان لك الماء هكا كيبقى هكا من الفوق. هذه لا البنات ما كتبانش لك نهائيا انك دايره واحد الكريمه للوجه ديالك نهائيا. انتم غزاله انا غادي نوري لكم، ها انتم شوفوا اللون ديالها كيجي هكا ابيض صافي. ها انتم ودغيا كتمتص البشره ديالك، كتمتص البشره ديالك. ودعي لي اختي هذوك الواقي الشمس اللي كيبقى ديري في الوجه ديالك كيبقى هكا الوجه ديالك كيبقى يتلصق، او انه كيف ما كديري كيبقى يتحرق لك الوجه ديالك، يعني كتخسري فلوس غير هكاك. هذا احسن واقي الشمس يمكن لك انك تستعمليه، كيشربوا الجسم ديالك نهائيا، ما كيبانش انك دايره واقي ديال الشمس نهائيا، ما كيبانش لك الوجه ديالك ما كيتلصقش بتاتا. احسن واقي الشمس قدي انك تستعمليه وما تستغنيش عليه، وكيحمي كذلك البشره ديالك من الشيخوخه، كيساعد يعني يحربنا كيحارب تجاعيد كذلك من الشيخوخه. هانتوما البنات يعني كتمتص وما كيبقاش يتلصق نهائيا. احسن واقي الشمس يمكن لك انك تستعملي هو هذا، وحتى الثمن ديالو يعني راه زوين، واخا غنشريه مره في 3 شهور راه زوين 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 بزاف. يعني الحمد لله يعني كنلقى عليه انا واحد النتيجه، وان شاء الله نتوما غتلقاو عليه واحد النتيجه. بالنسبه للثمن ديالو، كيدير فرماسيان 6000 ريال. هذه القرعه جديده 300 جديده كبيره كدير 300 درهم بار فارماسي، غادي تلقاوها رخيصه عند صحاب المكياج، حتى هما راه تقريبا كيبيعوها نفس الثمن ديال 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 البارا. وكاين كذلك الحجم اللي هي صغير كدير 150 درهم، ولكن من الاحسن خذوا الحجم الكبير. الحجم الكبير زوين غتستعملوه نتوما يعني نتوما وعائلتكم وكلشي، يعني بالنسبه للحجم الكبير يعني صراحه هو اللي كيعجبني انايا، يعني زوين. وكاين حتى ديال الاطفال حتى هو كاين. المهم غزاله ديالي هذا احسن واقي الشمس يمكن لكم انكم تستعملوه. ماشي اننا كنجيو كنبيض الوجه ديالنا العام كامل، وانت كتبيضي اختي في وجهك، ما خليتي كريمات، ما خليتي وصفات طبيعيه، خسرتي على وجهك زباب ديال الفلوس، وتجي اختي حتى الاخر ديال العام وفي الصيف والعراسات والعائله مجموعه واللمه وكلشي، والناس باغيين امتى ولا جايين من برا وخاصهم يشوفونا، ونجيو حكاتي بالك هذاك الوجه اللي كنتي العام كله انت تبيضي فيه ولا كحل.
والله ما خصك تخسري على راسك واحد 150 درهم وتمشي خصك تشري الواقي ديال الشمس اللي هو مريح. ما ننصحكمش انكم تشريو هذوك اللي فيهم ليكرون، بلاص انا معتش خصني ما كيعجبونيش هذوك، ما كيعجبونيش ما عرفتش. المهم جربت انا ديجا مجربه واحد، ولكن كيف ما درتو مده ديال سيمانه زاد حرق ديال الوجه ديالي، ما لقيت عليه صراحه حتى شي نتيجه. يعني خسر على راسك واحد 300 درهم في العام او 150 درهم في العام، وخلي وجهك هكا زويون ونقيقي وحافظي على راسك راسك صافي غزالة ديالي. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع حبايبكم مع صحابكم مع العائله ديالكم والناس اللي عارفين مساكن انهم محتاجين لهذا البرودوي هذا، باش ان شاء الله توصل الفائده وتعم الفائده ان شاء الله للجميع. وتهلاو في ريوسكم، وما بقى ليا غنسد لا فيديو ونقول لكم تلاقوا فيديو قادم ان شاء الله.